لو الحكاية فيها إن فيتو الحملة الجديدة وهي حملة كساء للجميع. طبعا لما تعرض عليا الموضوع واي شيء طبعا اكيد بيخدم مجتمعنا، اكيد احنا طبعا كلنا بنكون متواجدين وكلنا بنكون حابين ان احنا نعمل اي شيء نخدم بيه طبعا كل اسرنا اللي هي بتبقى في احتياج لحاجه زي كده. لما طبعا تعرض عليا الموضوع عجبني حاجتين، عجبني طبعا الحاجه الاولانيه ان اكيد الكساء للجميع، وكمان مش كساء مجرد طبعا زي ما كل الجمعيات بتعمل اللي هي بتلم ملابسنا القديمه عشان تنظفها وتديها للاولاد اللي هم محتاجين. لا طبعا كل يعني طبعا اكيد كل الشكر الجامعات اللي بتعمل كده فهي مجهود منها، ولكن فكره جديده ان الاولاد المحتاجين دول احنا ندي لهم ملابس جديده، يعني طبعا بالتنسيق المؤسسه طبعا بالتنسيق مع كل المصانع الكبرى. وهنا طبعا يمكن انا بناشد كل المصانع ان فعلا يبقى في جزء من احتياجاتها ولو على سبيل ان هي بتعمله كنوع من انواع التصدق، ان هو يبقى عندهم جزء يطلعوه للمؤسسه عشان نسعد بيه اولادنا اللي هم فعلا في اشد الاحتياج لحاجه زي كده. ضمن الحاجات الافكار طبعا المميزه اللي بتقوم بيها المؤسسه هو تشغيل 2000 سيده من السيدات طبعا اللي هم يمكن بيعولوا ومش لاقيين فرص عمل. هو بيبدأوا يجهزوا الملابس دي، بيبدأوا طبعا لان من ضمن الحاجات ان المصانع ان بتدينا الحاجات اللي هي مش كده مش اللي فيها التفوهات شويه، يعني اللي هي نقدر نقول عليها فاز تاني، ولكن طبعا كتر خير الناس لحاجه زي كده. ولكن الجزء الثاني هو 2000 سيده النهارده بيشتغلوا وبياخدوا طبعا مرتبات ان هم بيحضروا الحاجات دي في النهايه توصل لاولادنا. فبالتالي يمكن انا لما لقيت ان الموضوع بالشكل ده انا عجبني جدا جدا الفكره، اتحمست جدا ان انا اكون طبعا متواجد مع الحمله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في خطوات قويه باذن الله الفتره الجايه، ونتمنى ان احنا نسعد اولادنا اللي هم فعلا محتاجين ان احنا نساعدهم ونقف جنبهم. سعيد جدا بانضمامي للحمله، سعيد جدا طبعا اكيد في قبل كده كان في مؤتمر طبعا للفنانه انغام وهي طبعا سفيره متواجده معانا. يا رب ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نعمل حاجه نخدم بيها بلدنا ونخدم بيها مجتمعنا ونخدم بيها اخواتنا واولادنا، لان في الاول وفي الاخر احنا كلنا نسيج واحد. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يوفقنا. وفي الاخر طبعا لازم اشكر طبعا استاذ عادل عبد الله طبعا الشغل الاعلامي للحمله والناقد طبعا الصحفي والمجهود اللي هو بيقوم بيه. ان شاء الله باذن الله بدعمكم ومع المؤسسه ومعانا باذن الله ان احنا فعلا قبل عيد الاضحى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن، وبمساعده طبعا المصانع الكبيره اللي انا بناشدها ان هي تقف مع المؤسسه. ان شاء الله باذن الله نقدر نسعد اكبر عدد من الاولاد ومن الاطفال اللي هم موجودين. شكرا وبشكركم جدا.